يفهم. السلام عليكم، اهلا بيكم. طبعا انا زهقت من الدراما الشيعيه ومن الكرتون الشيعي كمان، بس هنعمل ايه؟ مضطرين نروح لايه الله سيد، يمكن نلاقي عنده حاجه جديده. اتمنى اعصابك تكون ارتاحت كده شويه وبقيت ريلاكس. الحمد لله احسن بكتير، رفعت لي ضغطي انت وعلماء الشيعه بتوعك. المهم احذف بقى المقاطع بتاعه الكرتون بتاع حيدره اللي انت وريتهولي ده، ونقلنا كده مقطعين جداد يعني يكونوا كويسين. بس كده يا عم تامر، هو انا هيجيني اعز منك؟ تعالى ما اوريك. يا محمد، ان قريش قد اجتمعوا في دار الندوه، واختاروا من 40 قبيله 40 رجلا، وقد اجتمعوا على باب دارك ليهجموا عليك ويقتلوك. فامر ابن عمك عليا ليبيت بفراشك، وهجر مكة إلى غار ثورنا الليلة. علي، أين أنت يا علي؟ نعم يا رسول الله، عبدك وخادمك تحت أمري. بقولك إيه، أنا من أولها كده هقوم همشي، هقوم أروح. أنت مفيش فايدة فيك، انت ايه يا عم، بتعرض صوت الوحي وصوت النبي كمان؟ ولو طبعا علماء الشيعة مبسوطين وموافقين على حاجة زي كده. معلش يا عم تامر، معلش يا غالي. طيب عديلي دي، اقول لك تعال نطلع فاصل، ولا بلاش نطلع فاصل، تعال اوريك كرتون جميل عن سيدنا جعفر بن ابي طالب، تعال نشوف وهيعجبك ان شاء الله. بس اتفرج عليه وادعي لي. ادعي لك؟ طب نشوف الاول. السلام عليك يا رسول الله، وعليك السلام يا مقدم الخير. ما أشد اشتياقي إليك يا رسول الله، وأنا أيضا ولا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدومك أم بفتح خيبر. وأنا أشد سرورا برؤية وجهك الذي طالما كان ينظر إليه والدي. هو انتم متعبين ليه؟ ما بتريحوناش ليه؟ ما بتوكروش النبي ليه؟ انتم ما عندكوش دين يا اخي. ده انت كده عرضت صوت النبي في حلقتين، في فيديوهين كرتون. طب انتم عايزين توصلوا ايه؟ عايزين تقللوا من صوره ومكانه النبي عند الاطفال مثلا يعني؟ اهدى بس، اهدى يا عم تامر، احنا هدفنا نوصل المعلومه للاطفال، واخد بالك انت؟ وطبعا لازم المعلومه تكون صحيحه. طب اتفرج الاول وبعدين نتناقش في الاخر. امر رجالك ليشهروا سيوفهم ولا تقتلوه وهو نائم، بل ارموه بالحجارة أولا لينتبه ويتألم، ثم اقتلوه. أريده أن يرى السيوف وهي تقتله. ارموه بالحجارة، هيا ارموه بالحجارة، هيا ارموه. ماذا تريدون؟ أترون محمدا كيف أبات عليا في مكانه ونجا بنفسه لتشتغل به؟ أين محمد؟ أخبرنا أين محمد؟ أين محمد؟ ها إيه رأيك بقى؟ حلوة صح؟ دي جميلة، بس برضه هقول لك جبتوها منين. لا وشوف ايه الكفار اللي عندهم اخلاق، يضربوه الاول بالحجارة وبعد كده يقتلوه. يا سلام، حاجة كده فوق الخيال. وبعدين معاك، وانت مش عاجبك اي حاجة خالص؟ بص بقى يا عم سيد، انا عايزك تجاوبني كده على كام سؤال. يعني الصوت اللي انتوا طلعتوه صوت ربنا ده، صوت حقيقي ولا كذب؟ والصوت كمان اللي طلعتوه للنبي ولسيدنا جبريل كمان هو راخر، حقيقي ولا كذب؟ اتفضل جاوب. لا لا لا، مش صحيح. يعني كذب؟ يعني انتوا بتكذبوا على الرسول وعلى ربنا وعلى الملائكه؟ انا مش عارف دينكوا ده دين ايه. طب والحل بقى في علماء الشيعه دول يا عم ابو السيد، يبقى ايه هو الحل؟ بقول لك ايه يا عم، مالكش دعوه بينا، احنا بقى حرين نعلم اطفال الشيعه اللي احنا عايزينه. يا عم ما تتفرجش على الكرتون بتاعنا. فعلا صح كده، يبقى احنا المفروض كمسلمين لا نشوف دراما شيعية ولا نشوف كرتون شيعي. وطبعا عشان تعمل كده لازم تحذف كل القنوات الشيعية اللي موجودة عندك على الريسيفر. قوم احذفها دلوقتي. حذفتها؟
قوم بقول لك احذفها دلوقتي ونشوفكم الحلقه اللي جايه. ماتت اخذوها حتى يحرقوها كعاده الهندوس. كل بدنها اعترق الا شيئين، مكان اللطم وايدها. اعوذ بالله من الشيطان. اي شيطان.